يمكن لي نعطيك الخبز ونعطيك تاكل، ولكن واش لما عندكش تاريخ غادي تلاح في مزبلة التاريخ. نحن سنحرصوا. هذا اللقاء هو الملتقى 17 للذاكرة والتراث الثقافي بالشاوية، ونحن بمنطقة عين مكون بإقليم بن سليمان، مذاكرة قرب مدينة القارة. ويأتي هذا اللقاء لإحياء ذكرى إحدى المعارك الكبرى التي كانت في بداية القرن في 1908، حيث كان المجاهدون هنا يصدون الدخول الفرنسي في تلك الفترة. ونحن نستثمر هذه هذا اللقاء لنعقد لقاء بعين مكون، التي هي منطقة تاريخية توجد من تحتها مدينة مطمورة، وهذه المدينة كانت في العهد البرغواطي، ونحن نحاول أن نربط بين الذاكرة وبين الهوية من أجل هذا التراث اللامادي مع التراث المادي، بقصد بناء هوية ثقافية نؤسس لها من خلال مجموعة من اللقاءات والأنشطة التي تساهم في التحسيس بأن الثقافة يمكن أن تكون رافدا من روافد التنمية ورافدا من روافد بناء الذات. هذا الموقع هو موقع مهم، يعني يحتوي على بقايا أسوار، بقايا خزفية، على قطاع نقدية يعثر عليها الناس، على مقبرتين قديمتين، على شواهد قبور، كلها تحيل على حضارة برغواطة. وكما تعلمون أنه حضارة برغواطة كانت في تمسنا، كانت تعم تمسنا، يعني تمسنا في أكبر مجالاتها تمتد من أبي رقراق، نهر أبي رقراق، حتى نهر تنسيفت، ماشي أم الربيع، أم الربيع في مرحلة معينة ثم بعد ذلك إلى نهر تنسيفت. طبيعة الحال هذا الموقع مهم بالنسبة لذاكرتي وتاريخ الجماعات التي تقطن هنا، وهو موقع مهم جدا في التنمية المحلية، لأنه يحمل معه العديد من القضايا الرمزية، لا على مستوى اقتصادي يعني فلاحة وزراعة، ولكن أيضا على مستوى العادات والتقاليد ديال الناس اللي خصهم يعرفوها منين جات. فأنا أملي أن يتم الاهتمام به. اللقاء ديالنا هنا في هذا اليوم فهو كان حول تاريخ منطقة الشاوية، وارتأيت أنا من خلال هذا اللقاء أن أقدم يعني واحد البصمة بسيطة أو لمحة بسيطة حول تاريخ مجال أو إمارة برغواطة وتأثيرها الحضاري والتاريخي على منطقة الشاوية. هذه اللقاءات هي كتكون فرصة لتذكير حتى أبناء المنطقة بأهمية دورهم في الحفاظ على المجال. صحيح أن هناك إهمال من طرف السلطات المحلية، ولكن يعني عادة نحن يد واحدة لا تصفق، يعني دائما في المجتمع هناك مجتمع مدني ومجتمع يعني هناك سلطة، فيجب على كلتا كل فاعلين أن يشاركوا في تنمية المنطقة، وهذا فرصة للقاء مع الساكنة وتذكيرهم بأهمية المجال وأهمية دورهم في الحفاظ على هذا المجال، لا من ناحية تاريخية ولا من ناحية التنمية ومن ناحية طبيعية.